بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الأعزاء، موعدكم مع فيديو جديد على قناتكم حسن خطك في الشخبطة مع سيد سليمان. النهاردة هنكمل كلامنا عن خط رقعة، وهنشوف حرف العين مع الحروف الأبجدية، اتصال حرف العين مع الحروف الأبجدية. حرف العين المفرد يا جماعة، حرف العين المفرد عبارة عن رقم 2، واجيب من فوق كده بميل بعض الكاشة كده، ديت كده اتجاهها لأعلى مش موازي للسطر. حرف العين، حرف العين المبتدأ أو أول كلمة بيكون بالشكل ده يا جماعة، ادي برضو رقم 2 اهو، بصوا كده بالشكل ده. حرف العين الوسطي بالشكل ده، بيجي بطلع بلف وبرجع تاني على الشمال بالشكل ده. حرف العين المنتهي، بيجي بطلع بلف وبنزل الشكل ده بشكل الكاسة المفردة. هنشوف مع بعض بقى الحروف اللي أو حرف العين مع الحروف الأبجدية، حرف العين مع الحروف الأبجدية. يبقى اتفقنا إحنا الأول ده أول كلمة، أول وسط آخر في الكلمة. طبعا الحرف العين والغين تيبيكال متطابقين، فرق بينهم بعض النقطة. هنشوف حرف العين مع حروف الأبجدية. بسم الله، ادي حرف العين مع حرف الف، ماشي. احنا اتفقنا ان اتصالات حرف الصواعد في خط رقعة تعمل زاوية قايمة، تعمل زاوية ايه قايمة، فيها ميل في الخط الافقي مع ميل مع الخط الرأسي، واتصالهم بيعمل زاوية قايمة. حرف العين مع الباء اهيت كده، ماشي. طبعا الباء والتاء والثاء هي هي. حرف العين مع الجيم كده، ماشي. طبعا الجيم والحاء والخاء هي هي. حرف العين مع الدال، حرف العين مع الدال هي، حرف العين مع الدال. حرف العين مع الراء، طبعا يا جماعه احنا بنرفع حرف العين بمقدار ما يناسب علاقه الحرف المتصل به بالسطر. يعني بشوف انا رفعت العين قد ايه هنا عشان علاقه الجيم مع السطر، هنا ارفعها قد ايه، هنا 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 نفس الشكل، بحيث ان الحرف الاخير يكون على السطر او الحرف المتصل بالعين يكون على السطر، ماشي. حرف العين مع السين هنعمله بلون مختلف، حرف عشان ديت، ادي حرف العين اهيت مع السين. حرف العين مع الشين بالشكل ده، حرف العين مع الشين اهيت كده يا جماعة. بصوا بنزل بعمل رقم 7 كده بالشكل ده. حرف العين مع الصاد،
نجيب هنا حرف العين مع الصاد، حرف العين مع الضاد، حرف العين مع الضاد نفس الشكل، بس النقطة طبعا حرف العين مع الطاء، حرف العين مع العين، حرف العين حرف العين مع العين، شكل ده حرف العين مع الفاء، مع القاف، مع الكاف، مع اللام، مع الميم كده بالشكل ده، مع الميم، مع النون، والشكل التاني مع النون برضو بالشكل ده، مع الهاء، ده شكل، والشكل التاني اهو، مع الواو، مع اللام ألف، مع الياء. مع الياء. بالشكل ده. ده حرف العين مع الحروف العبرية، مبتدأ وسطي آخر، آخر الكلمة، مع الحروف العبرية كمقطع من حرفين، ماشي. ان شاء الله باذن الله عجبكم الفيديو، يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، وشرفنا يا جماعه اشتركوا معايا بالقناه ومعرفه رايكم في محتوى القناه. تقبلوا تحياتي، سعيد
سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.